في المعادلة لهذا الأسبوع: الكوارث والحصار. من الحرب إلى الزلزال، كيف تكسر سوريا قيود الحصار؟ من الإغاثة إلى إعادة الإعمار، كيف تنطلق شبكة التضامن الأممي الجديد؟ من الفيضانات في فنزويلا وكورونا في إيران إلى الزلزال في سوريا، كيف يرى العالم الوجه الحقيقي لخطاب حقوق الإنسان؟ في المعادلة يأتيكم الثلاثاء الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.